اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الحواريه في برنامج الا السادسه. النهارده الفقره الحواريه هتكون تفاصيل فنيه اكتر والحديث عن الاستعدادات الفنيه لكلا المنتخبين، منتخب مصر ومنتخب نيجيريا. مدرب وطني جوستون ايجوفالي بيقود منتخب نيجيريا، والمدرب البرتغالي كارلوس ساكيروش بيقود منتخبنا الوطني في اولى منافسات كاس الامم الافريقيه غدا امام النسور النيجيريه. فهذه الفقره الحواريه بينورني وبيشرفني المحلل الفني الكابتن شريف سالم. كابتن شريف منور الدنيا وسعيد بوجودك معايا. ازيك يا محمد وانت كمان منور. الله يخليك. طب عايزين نتكلم بقى على منافسات كاس الامم. امبارح كان ضربه البدايه الكاميرون بوركينا فاسو، الراس الاخضر وفوزها على اثيوبيا، والكاميرون فازت طبعا 2-1 على بوركينا. النهارده مباراه متوسطه المستوى، السنغال فازت بهدف في ركله جزاء لساديو ماني في الدقائق الاخيره من المباراه على زيمبابوي. المغرب وغانا دلوقتي، غينيا وملاوي ايضا في نفس التوقيت دلوقتي. شايف المنافسات ازاي والمباريات ومدى قوتها من بدايه البطوله؟ واضح ان الجوده مش هتبقى احسن حاجه في اول مباراه، يعني ده واضح على كل المباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي. مش عايز اتكلم عن الجزء التنظيمي اللي هو واضح برضو ان لازال مش احسن حاجه، او ممكن يكون في احسن من كده. ماتش الكاميرون امبارح انا كنت متوقع المباراه تكون احسن من كده الحقيقه، لكن انا شفت ان بوركينا عملت ماتش كويس قوي. الكاميرون دخلت تقريبا بعد 35 دقيقه، كانت تقريبا بره المباراه تماما لمده 35 دقيقه. اخطاء ساذجه دفاعيه من بوركينا دخلت الكاميرون المباراه 2-1 الشوط الاول. الشوط الثاني كانت الجوده فيه برده متوسطه. المباراه الثانيه الحقيقه الجوده قليله جدا، ما جاتش خالص. يعني وده يمكن عشان عدد الفرق زاد شويه من 16 ل 24، فممكن ده بعض الفرق اللي يمكن بتبقى الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه بدات تدخل البطوله. فعشان كده بنقول ان دور المجموعات ممكن الماتشات الاولى فيه ما تكونش احسن حاجه لحد ما نبدا ندخل من النوك اوت ستيج، وقتها هتبقى الماتشات اقوى من كده. ماتشات النهارده برده تقريبا نفس الجوده بتاعت امبارح. منتظرين بقى ان ماتش مصر ونيجيريا يكون اقوى من كده، يعني يكون في كوره احسن من كده، يكون في كمان كواليتي لعيبه احسن من كده، لان في مجموعه لعيبه كويسه جدا وفيهم كمان لعيبه جايه من الدوري الانجليزي، فممكن وقتها ان احنا نشوف يعني جوده الطف من كده. ماتش السنغال النهارده تقريبا برده نفس الكلام. كنا متوقعين ان السنغال على ما احنا شفنا او احنا اتفرجنا على منتخب السنغال في الكواليفيكيشنز اللي فاتت كانوا اقوياء، فكنا منتظرين جوده كويسه قوي، بس ده برده ما حصلش. اتصدمت لما شفت اداء المنتخب السنغالي النهارده؟ اتصدمت لانه كنت يعني حتى منتظر ان جوده المنتخب، حتى لو جوده المباراه مش هتبقى احسن حاجه، ان حتى جوده السنغال نفسها تكون احسن من كده، بس ده ما حصلش. هل يعني اليو السيسي اللي شايف لسه البطوله مشوارها طويل فمش عايز يعني يبقى في اجهاد او القوه البدنيه والقوه الفنيه تظهر من البدايه؟ بس ده ملوش علاقه بالتكتيكال كواليتي، ملوش علاقه بجوده الفرقه، ازاي الفرقه بتشتغل، ازاي الفرقه بتقدم اداء، ده ملوش علاقه، لان انا ممكن ابذل مجهود اقل من المجهود الطبيعي اللي انا ببذله في ال 90 دقيقه، لكن في نفس الوقت احافظ على اولا الثلاثه بونت بتوعي اللي انا كنت اصلا هخسرهم النهارده. تاني حاجه ابدا احافظ على فكره ان تبقى مجموعه اللعيبه اللي بتشتغل بتقدم جوده تكتيكيه كويسه جدا، وده ما حصلش. لا انا شفت جوده تكتيكيه من المدير الفني، ولا في نفس الوقت انا شفت اداء في الملعب يحافظ على الثلاثه بونت، لان الثلاثه بونت هم جم في اخر ثانيه تقريبا، ده في الدقيقه 94 من ركله جزاء يعني للحكم الجواتيمالي بالظبط. ما شفتش جوده الحقيقه لحد دلوقتي من اي منتخب. منتظر ان انا اشوف ده بقى من منتخب مصر ونيجيريا، لان دي يعتبر هتكون من المباريات القويه جدا في اول. نتكلم برضو في جزء فني مهم جدا. كل المباريات الوديه اللي كانت متحضره للمنتخبات خلال الفتره الاخيره قبل انطلاق المنافسات نقدر نقول بنسبه 80-90% اتلغت. هل الغاء المباريات الوديه وعدم اقامه مباريات وديه ومعسكرات اعداد بشكل جيد وحتى استدعاء المحترفين كان قبل البطوله بحوالي 5-6 ايام، ممكن كل ده يكون اربك شويه الحسابات الفنيه للمدربين ما قدروش يحطوا التكتيك او الشغل الفني ليهم مع بدايه انطلاق البطوله؟ مش هحط ده كاكسكيوز برضه، لان كل المنتخبات الاقويه العربيه هي اوريدي اصلا لعبت بطوله عربيه، فيعني حتى لو لعبت بالرقم باللعيبه رقم 2، بس لازال ان هم برضه ستيل لعبوا ماتشات قويه. بس دي المنتخبات العربيه. المنتخبات الافريقيه كان اوريدي اصلا بتنهي كواليفيكيشنز، احنا ما بعدناش قوي عن التصفيات بتاعت كاس العالم. كانت في نوفمبر. فاحنا مش بعيد قوي عنها، فلا ما اعتقدش ان ده هيبقى اكسكيوز في مكانه بالنسبه للمنتخبات. انا بحاول اشوف مبرر بس يعني. لا هي انا بالنسبه لي هتفضل الموضوع في جوده بدل 16 ل 24.
اذا انت شايف البطوله تبدا منافساتها ومبارياتها بجد من نوك اوت ستيج، من نوك اوت دور ال 16 ودور الثمانيه. الثمانيه كمان، الثمانيه لان يعني انا مثلا بالنسبه لي المنتخب اللي احنا هنلعبه اللي هو نيجيريا تصنيف اول في الفرق اللي صعدت لتصفيات المباراه الفاصله بتاعت كاس العالم، انا بشوف برضو ان هو يعني مش اقوى منتخب. فقد لعيبه، هيبقى فاقد لعيبه يعني قويه قدامنا زي اكيد. يعني انا بالنسبه لي مثلا المنتخب النيجيري اللي هو يعتبر المنتخب القوي اللي موجود في مجموعتنا برضو الكواليتي مش احسن حاجه، المدير الفني برضو مدير فني مؤقت. انا حاسس ان جوده يعني هي البطوله تم يعني كانوا مصرين يلعبوها وانا مبسوط الحقيقه، لان انا حاسس ان احنا قاره افريقيا تستحق مكانه اكبر من كده في الكوره، بس الاصرار على البطوله لا مش هيقدم جوده احسن حاجه، لا على مستوى المنتخبات، لا على الجزء التكتيكال كمدربين، ولا حتى على مستوى التنظيم. بس هتبقى البطوله اتلعبت، هتبقى البطوله اتلعبت. طيب هل فيروس كورونا هيحسم مساله المنافسه على كاس الامم؟ يعني كل منتخب بيطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك انا المنافس الاقوى ليا كذا، انا المرشح الاوفر حظا، الفرق المرشحه ممكن تكون كذا وكذا وكذا، لكن فيروس كورونا مع انطلاق مباريات البطوله ابتدى يستبعد بعض اللعيبه المؤثره. النهارده السنغال بتلعب بدون ادوارد مندي وكوليبالي. هل الفيروس كورونا هيكون حاسم في مساله الفرق المرشحه او المنافسه على اللقب؟ بنسبه 100%. 100%. 100%. ولان كل المنتخبات، هو كل منتخب، مفيش منتخب افريقي دلوقتي عنده مجموعه لعيبه او بنتكلم عنده تيم 11 كويسين. ده مش حاصل. مفيش ولا منتخب. تعال نبص على المنتخبات، يمكن المنتخب الاكثر يعني تكاملا الجزائر. هو ده المنتخب اللي انت تقدر تقول هو فعلا الاحتياطي عنده قوي جدا مكان الاساسي. لكن تعال نبص على كل المنتخبات المرشحه، خمس ست منتخبات، لا البديل مش قوي زي الاساسي. فغياب الاساسي لا 100% هيأثر، 100% هيأثر على نتيجه ماتشات وعلى نتيجه البطوله. نتيجه مباريات ونتيجه بطوله. طبعا. مجموعه اللعيبه اللي موجوده لما نيجي نبص عليهم واحد واحد كده، يعني تعالى مثلا نروح لمنتخب مصر. هو انا لو شلت صلاح هحط مين؟ لو شلت النني هحط مين؟ لو شلت الشناوي هحط مين؟ مع احترامي الاسامي اللي موجوده رقم اثنين، كلها في الاخر لعيبه بتخدم منتخب مصر وكلها لعيبه جودتها كويسه. بس النني في اعتقد في مركزه في يعني اعتقد لا يعني عمرو السولية مصاب. بس اول مباراه انت تقصد يعني في اي وقت. ما هو لما هنوصل لان عمرو السولية موجود هيبقى الاثنين اللي بيلعبوا مع حمدي فتحي هو النني والسولية. لما النني انا والسولية او النني او السولية. النني والسولية. الاثنين. الاثنين دول اللي هيلعبوا الثمانيات مع حمدي. حمدي فتحي. طب انا لما اشيل واحد من الاثنين هحط مين؟ هتلاقي فرق الجوده، يا في فرق جوده كبير في الجزء كسكيلفول وفي فرق جوده في العنصر البدني. امام عاشور بديل ليهم؟ انا عندي مشكله كمركز يعني. انا اقصد كمركز، هو كمركز امام هيبقى موجود طبعا. يعني يبقى بديل لان هو لاعب بيلعب في الزمالك مركز 8، بس احنا لما نروح لامام عاشور نتفرج عليه هو بيقدم ايه مع الزمالك عشان يبقى انديكيشن هو هيقدم ايه مع المنتخب، سواء اللي بديل السولية او النني هتلاقيه لا بعيد طبعًا. فترات او مراحل. الراجل كان بيجرب فيها زيزو، كان بيجرب فيها ايمن اشرف، يعني حسين فيصل جرب فيها لعيبه هي اصلا مش هتلعب المكان ده، يعني جاب لعيب مدافع حطه في المكان ده ما قدمش احسن جوده، وان كان لعب دقائق قليله اللي هو ايمن اشرف، بس حتى في الدقائق القليله كان واضح قوي ان هو تايه في المكان. زيزو لما لعبها قدم الجزء الهجومي كويس، بس الجزء بتاع البوزيشننج او التمركز الدفاعي قدمه وحش او مش احسن حاجه يعني. فالبديل في المنتخب لا مش الشناوي مثلا، بلاش الشناوي، اكرم اللي هو اللاعب اصلا اللي هو اساسا مش لعيب رايت باك. انا لما هشيل اكرم هحط مين؟ مع احترامي طبعا لعمر كمال عبد الواحد، لكن هو حتى ما بيلعبهاش في فرقته، يعني حتى مباراه الاهلي اللي هي يعتبر اقوى مباراه للفيوتشر في الدوري اللي كان بيلعبها نيدفيد في ال 45 دقيقه الاولى، فستيل هو برده مش لعيب رايت باك، كان نيدفيد الباك رايت. فبرضه هتلاقي لا فرق الجوده، اي يعني مندي في السنغال فرق الجوده كبير. لو رحنا لمنتخب نيجيريا لما نشيل مثلا انديدي لعيب الديفندر ونحط اونكايا فرق الجوده هيبقى فرق جوده كبير. لما نشيل ساديو ماني يعني هتلاقي دايما السوبر ستار في المكان الجوده بتاعت رقم اثنين اللي بعده لا هتبقى مؤثره بشكل كبير جدا. بمناسبه الجوده، ما استغربتش امبارح بالهدف اللي احرز في مرمى الكاميرون والغلطه اللي عملها اونانا؟ ده حارس اياكس وبيلعب في الدوري الاوروبي. واضح اللعيبه لما بتيجي في افريقيا. انت ما استغربتش؟ اللعيبه لما بتيجي في افريقيا تستعيد ذاكره افريقيا. هو طبعا كان خطا ساذج جدا، حتى ضربتين الجزاء
اخطاء ساذجه جدا من دفاع بوركينا، لكن كاونانا بقى كلعيب بيلعب في دوري ابطال اوروبا، وحتى اعتقد كان مرشح من في فتره ان هو ينضم لبرشلونه، لكن طبعا كان خطا غريب جدا. وحتى قبل خطا الجول، لو الكره الاولى اللي اترفعت من الباك ليفت بتاع بوركينا، كره نازله في العارضه، يعني هو حتى كان يعني بيتفرج عليها ايده خبطت يعني. هنرجع نتكلم ولسه عندنا تفاصيل فنيه مع محلل الفن الشريف سالم، لكن اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض، ولسه عندنا تفاصيل اكتر بخصوص الاستعداد الفني لكلا المنتخبين مصر ونيجيريا. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن مباراه مصر ونيجيريا مع المحلل الفني كابتن شريف سالم. طيب كابتن شريف، بنتكلم على القيمه التسويقيه لكلا المنتخبين، الجزء الرقمي ايضا كمان مهم جدا، وانت بتتكلم قبل المباراه ب 24 ساعه عشان الناس كل الساده المشاهدين يعرفوا مدى قوه كلا الفريقين على ارض الملعب، القيمه التسويقيه منتخب نيجيريا قد ايه، مصر قد ايه، وابرز اللاعبين كمان في كلا المنتخبين. القيمه التسويقيه هتودينا الحته ان المنتخب المصري قيمته التسويقيه تقريبا 161 مليون بس في 100 مليون بتوع صلاح لوحده. لكن القيمه التسويقيه لفرقه نيجيريا تقريبا حوالي 240 او 250 مليون بس الرقم ده متوزع على اللعيبه كلها، يعني اغلى لاعب موجود هو انديدي اللاعب بتاع ليستر سيتي، الديفندر بتاع ليستر سيتي، ده قيمته التسويقيه تقريبا بنتكلم في 60 مليون. طيب. مليون يورو. قبل ما ادخل في جزء الرقمي المتعلق بالقيمه التسويقيه، يمكن خبر عاجل في هذه اللحظات الزملاء في الاعداد بيبلغوني بيه، اصابه طبعا الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بفيروس كورونا بعد اجراء المسحه الطبيه بالتاكيد لكل افراد البعثه بالامس. كلنا عارفين ان الحمد لله المنتخب الوطني المسحه سلبيه، لكن رئيس الاتحاد اللي موجود كرئيس للبعثه مع المنتخب في مدينه جاروه في الكاميرون ثبتت العينه ان المسحه بتاعته ايجابيه. الف مليون سلام على الاستاذ جمال علام، وان شاء الله باذن الله خلال الايام القليله القادمه مع مسحه ثانيه باذن الله تكون الامور افضل ويتعافى وتكون المسحه سلبيه، ونطمئن على حالته يا رب باذن الله خلال الفتره اللي جايه. ومليون سلامه على كل افراد البعثه خلال الفتره اللي جايه. الموضوع انتشر قوي، ومش في الكاميرون بس، لا في كل انحاء العالم، حتى في الدوريات الاوروبيه الموضوع بقى زاد عن الحد جدا يا شريف. اعتقد زاد عن الحد عكس الاول، يعني فاكر انت الكورونا لما بدات ما كانش بنفس الانتشار اللي احنا شايفينه دلوقتي، وما كانتش بنفس القوه دي، بس هو الفرق ان اللعيبه وقتها كانت بتغيب ممكن 10 ايام دلوقتي اللاعب ممكن يغيب يومين ثلاثه، فانا مش يعني الموضوع في حاجه في كومبليكيشنز، في حاجه مش قادرين نفهم في الموضوع ده بصراحه، بس هو فجاه بتحصل حالات كتير جدا. حتى الدوري الانجليزي بيأجل ماتشات، احنا عندنا في الدوري المصري النادي الاهلي اعتقد اول امبارح كان عندنا 6 أو 7 مصابين، النهارده منهم 2 الحمد لله رجعوا، طاهر محمد طاهر وفخري، فهو في حاجه يعني. نتمنى السلامه للجميع يا رب ان شاء الله، والف سلامه على الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري. طيب نرجع للقيمه التسويقيه، وانت قلت لي القيمه التسويقيه نيجيريا متوزعه على اكتر من لاعب. احنا يعني عندنا هنلاقي اللعيبه اهو، اكتر لاعب انديدي 60 مليون بعد كده هتلاقي اللعيبه كلها القيمه متوزعه عليهم. بعد كده قدامنا على الشاشه اهي، قدامنا على كده القيمه التسويقيه لكل لاعب فيهم. القيمه التسويقيه لكل لاعب فيهم عندنا انديدي اللي هو ليستر سيتي 60 مليون مظبوط، كليتشي ليستر سيتي برضو مدافع 20 مليون، سامويل شيكويزي ده لعيب بيلعب في فياريال في الدوري الاسباني 20 مليون، أليكس إيوبي اللي هو اكس ارسنال وبيلعب في ايفرتون دلوقتي الناس عارفاه كويس، ابو شعر اللي هو اللي بيلعب في نص الملعب مظبوط، بيلعب جناح شمال او بيلعب في نص الملعب ده ب 18 مليون، وفي صادق عمر او عمر صادق يعني الاثنين يمشوا يعني، ده المهاجم بتاع الماريا 18 مليون، وفي تايو اونيه اللي هو غالبا هيكون المهاجم الاساسي في مباراه بكره ان شاء الله ده ب 15 مليون، ده بيلعب في يونيون برلين في الدوري الالماني. هتلاقي اللعيبه كلها في الحدود اللي هي من 15 ل 20 مليون، مع نضيف بقى انديدي اللي هو ضاف قيمه تسويقيه كبيره للمنتخب اللي هو ب 60 مليون. 60 مليون على عكس منتخب مصر، احنا بنتكلم تقريبا منتخب مصر 160 مليون منهم تقريبا 100 مليون مش تقريبا هو منهم 100 مليون لمحمد صلاح. محمد النني تقريبا كان قيمته التسويقيه مؤخرا وصلت 12 مليون دلوقتي بقت 9 مليون على الشاشه هي قدامنا معانا. ارسنال محمد النني 9 مليون يورو مظبوط، تريزيجيه 10 مليون استون فيلا ومصطفى محمد في جلطة سراي 5.5 مليون، وعمر مرموش شتوتغارت في الدوري الالماني 4.5 مليون. فهنلاقي ان احنا الكواليتي بتاع اللعيبه او الفاليو بتاع اللعيبه عندنا بتبدا من 10 مليون لاقل، في المنتخب النيجيري الاقل 15 مليون
مش الاقل في المنتخب كله بس الاقل في القيمه التسويقيه بتاع كواليتي اللعيبه اللي هتلعب اساسيه، بنتكلم في 15 مليون واكتر. بس عايز اقول لك على حاجه، يمكن دايما حتى منتخبنا الوطني لما كان بيفوز بمنافسات كاس الامم الافريقيه كان كل اللاعبين بلا استثناء يمكن ما عدا لاعب او اثنين كلهم بيلعبوا في الدوري المحلي. لو كنت تبص ساعتها على القيمه التسويقيه كنت اسمع وقتها المعلقين وهم بيعلقوا على المباريات يقول لك ايه القيمه التسويقيه لمنتخب مصر مثلا 10 مليون دولار او 10 مليون يورو قدام مثلا منتخب الكاميرون او نيجيريا اللي متخطي حوالي 100 مليون او 150. لكن تيجي تبص في ارض الملعب تلاقي منتخب مصر عامل مباريات كبيره على اللعيبه دي. دلوقتي الامور يعني ابتدى يبقى فيها توازن كرقم بعد دخول محمد صلاح شويه في مساله القيمه التسويقيه الاعلى من خلال وجوده في ليفربول. بس ما بنكسبش افريقيا من 2010. ما هو النهارده اتكلم على الجزئيه دي قال لك انا لعبت 3 كاس امم لكن ان شاء الله هحاول البطوله دي يعني نقدم حاجه مختلفه عن اللي حصل قبل كده. في تو سايدز للموضوع ده شويه. الجزء الاول ان كان في عدد ايام كتير جدا للمنتخب ان هو يبقى واخد معسكر، فده بيخلي الجزء التكتيكال او الجزء الفني بتاع اللعيبه في الملعب بيبقى اقوى، لان اللعيبه بتقعد فتره طويله فبتقدر ان هي تاخد شغل المدرب وتشتغل يعني بشكل احسن على المستوى كجوده الجزء التكتيكال. بس عمر القيمه التسويقيه ما كانت مؤشر ان انت تفوز بالبطوله. لا ومش مؤشر في اي حته، ما هو القيمه التسويقيه اعلى اثنين قيمه تسويقيه في العالم دلوقتي بنتكلم تقريبا على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. مانشستر سيتي تقريبا 800 مليون ومانشستر يونايتد 801 مليون. وبطل اوروبا تشيلسي. وبطل اوروبا تشيلسي، واصلا مان يونايتد بيعاني في الدوري الانجليزي. أكيد. فالقيمه التسويقيه جوده بتفرق في جوده اللعيبه، ان انا بقول ان انا عندي لعيب قوي جدا ديفندر زي ديدي، عندي لعيب مهاجم قوي زي محمد صلاح، بس في الاخر الجزء التكتيكال او شغل المدرب هو اللي بيفرق. انت لما رحت البطوله العربيه كنت المرشح الاول على مستوى جوده اللعيبه، لكن انت ما حققتش البطوله لان انت ما قدمتش الجوده اللي تكفي ان انت تحقق البطوله. ماتشاتك ما قدمتش احسن جوده. منتخب الجزائر كان رايح مرشح بس في الاخر هو اللي كسب لانه قدم جوده على ارض الملعب. طيب نروح للتشكيل المتوقع لمنتخب مصر ومنتخب نيجيريا. نبدا بمنتخبنا الوطني. التشكيل 11 مع يعني تقريبا بنسبه 99% تشكيلنا معروف. محمد الشناوي حارس مرمى مظبوط، اكرم توفيق وحجازي والونش وفتوح، ده الاربعه اللي هيلعبوا في خط الظهر ودول بنسبه 100% هم اللي هيلعبوا. الاربعه بتوع خط النص عبد الله السعيد وحمدي فتحي والنني، ده برده تقريبا بنسبه 100% دول الثلاثه اللي هيلعبوا. الثلاثه اللي قدام هم اللي ممكن يكون فيهم اختلاف، محمد صلاح على اليمين وهيبقى مرموش على الشمال ومصطفى محمد. ومصطفى محمد. طب الاختلاف هيبقى فين؟ الاختلاف غالبا هيبقى ما بين عمر مرموش وتريزيجيه. وتريزيجيه بس الكفه هتميل شويه ناحيه مرموش لان هو اللي رجله في الملعب. تريزيجيه راجع من اصابه. نفس فكره عمرو السولية اعتقد. نفس الفكره. نفس الكلام بالنسبه لمصطفى محمد ان هو ما كانش بيشارك مع جلطة سراي ومحمد شريف هو اللي كان بيشارك. بس في نقطه مهمه في الجزء ده واللي انا بحس ان هي هتميل قوي لمصطفى محمد، ان الراجل لما اخذ محمد شريف كان واضح ان في نسبه يعني عدم اقتناع او الموضوع 50 50 مع محمد شريف. حتى لما قبل ما يتم اعلان القايمه كانت الناس بتتكلم هو محمد شريف اللي هيروح ولا مش هيروح. الراجل لعبه جناح فتقريبا في معظم الماتشات، هو مباراه واحده بس اللي لعب مهاجم، فواضح ان في عدم اقتناع كامل بشخصيه محمد شريف كمهاجم اساسي لمنتخب مصر. هداف الدوري وهداف افريقيا. وهداف افريقيا. بس هو بيفكرني بفاكر برادلي اول ما جه ما كانش مقتنع بابو تريكا، ما كانش مقتنع واستبعده من اول معسكر. بالظبط. بس هو كارلوس كروش طبعا برادلي امريكي لكن كروش برتغالي واحنا عارفين العقليه البرتغاليه بتبقى يعني عنيده اكتر شويه. بس هو واضح ان الراجل ما عندوش 100% اقتناع بفكره ان يكون محمد شريف رقم واحد. واعتقد فرق الجوده كان واضح قوي ما بين اللعيبه المهاجمين، يعني بدون ما نسمي اي حد كان واضح فرق الجوده ما بين محمد شريف وباقي المهاجمين اللي موجوده. عشان كده حتى لما محمد شريف بدا ياخد دقايق لعب كان واضح فرق الجوده. فممكن يكون فرق الجوده ده هو اللي رشح محمد شريف انه يكون موجود، بس ده مش معناه ان هو هيرشحه انه يكون رقم واحد. المباراه هتثبت بقى في النهايه الاختيار الفني وجهه النظر الفنيه انت كمدرب مسؤول عنها صح ولا غلط من خلال النتائج اللي هتظهر في البطوله الفتره الجايه. مظبوط. النتائج ما كانتش مؤشر كويس الفتره الاخيره. بالظبط. طيب منتخب نيجيريا والتشكيل في ظل الغيابات اللي موجوده بالنسبه لمنتخب نيجيريا. التشكيل اللي معانا التشكيل اللي معانا لمنتخب نيجيريا، وان كنت اتوقع ان ممكن يكون في تغييرات بس هو في لعيبه بنسبه 100% هتشارك. لو انا ما اعرفش الكورونا المجموعه كلها سلبيه او لا، لسه ما فيش اي معلومه اعلان. ما فيش اعلان. فاحنا بعيدا عن اعلان موضوع الكورونا هنتكلم على اللعيبه اللي هتكون موجوده. اوكي اللي هو حارس المرمى ده 100% هيكون موجود. تمام. الرباعي اللي في خط الظهر هو اولا اينا الباك رايت و
سانوسي اللي هو الباك ليفت، دول الاثنين دول 100% موجودين في حاله ان كولينز الباك ليفت الاساسي مش موجود. كينيث اوميرو وتروست ايكونج الاثنين دول 100% موجودين، والاثنين دول هم اللي لعبوا كل المباريات في التصفيات. في التصفيات. خط الوسط كليتشي ناتشو ده اللاعب رقم 14، ده هيبقى 100% موجود. ويلفرد انديدي ليستر سيتي 100% موجود. جو اوريبو ده اللاعب اللي هو لعيب مركز 8، فده 100% موجود، هو موجود في كل الماتشات اللي فاتت. تايو اونيه ده المهاجم ده 100% موجود. موسيس سيمون ده مش راس الحربه، هو ممكن بس الكلمه تكون مكتوبه بغلط او حاجه، موسيس سيمون ده الرايت وينج ده 100% موجود، وهو بيلعب كل الماتشات الفتره الاخيره. فده تقريبا ده التشكيل بتاع منتخب نيجيريا. الاختلاف ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في ان اونيه ما يبقاش موجود واحمد موسى هو اللي يلعب مهاجم ويدخل ايوبي. المباراه الاخيره بتاعت القطن الكاميروني دي اتسرب منها فيديو واحد بس، كان واضح في الفيديو ان اتفرجت عليه كان واضح في الفيديو المتسرب من المباراه دي، حد سربه من الجمهور يعني. هو كان بيتسرب كان هو بيتلعب في ملعب الفرعي جنب الملعب الرئيسي، وكان في جمهور نادي القطن، كان في جمهور صغير يعني عدد صغير جدا، وفي جزء اتسرب. الجزء اللي اتسرب كان واضح منه حاجتين، ان الطريقه كان في جزء كان في وقت منها كانت بتتلعب 4-2-3-1، احمد موسى بعد ما سجل الهدف في الشوط الاول الراجل خرجه ولاعب ايوبي، ده هو خرج كل اللي بداوا المباراه بس بين الشوطين. بين الشوطين لكن بعد ما تسجل الجول اعتقد الدقيقه 28 عمل تغيير في الدقيقه 30، خرج احمد موسى اللي سجل الهدف تمام ونزل ايوبي. لما ايوبي نزل اتحولت الطريقه ل 4-2-3-1، لكن لما احمد موسى كان موجود كانت الطريقه 4-3-3. 4-3-3 وبعد كده طبعا هو الشوط الثاني ما غيرش الطريقه، كمل 4-2-3-1 لكن طلع 8 لعيبه ونزل 8 تانيين واستمر ايوبي وخرج في اخر 10 دقائق. مظبوط، بين الشوطين غير حوالي اكتر من 8 هو 8 لعيبه وبعد كده كان في 2 اللي هم اللي شاركوا، وبعد كده اخر 10 دقائق في 2 لعيبه خرجوا اللي هو كان من ضمنهم ايوبي. ده الشكل اللي كان واضح في مباراه القطن، اللي غالبا هيبقى الشكل في ماتش منتخب مصر بكره. هل الراجل بقى هيكمل بايوبي ويلعب 4-2-3-1 واحمد موسى هيكون هو المهاجم ويطلع تايو اونيه، ولا اونيه هو اللي هيكمل وهتفضل الطريقه زي ما هي؟ هي دي هتبقى الاختلاف. بس اعتقادي انا ان هيلعب بكره 4-3-3 لان هو طول التصفيات ما كانش عنده هويه واضحه، يعني اخر 10 ماتشات في التصفيات كان مدرب وبكره مدرب تاني، بس هو كان المساعد ولو ممكن يكون هو كان مساعد ليه وجهات نظر، بس كان بينفذ تعليمات المدير الفني. طيب هو المباراتين بتوع كاف فيردي انا اقصد، بس ما نبنيش المباراه بكره على اداء نيجيريا في التصفيات لان الجهاز اتغير. احنا كل الافكار اللي بانيينها على مباراه بكره هي مباراه القطن. مباراه القطن تمام، من التشكيل الاساسي ومن الفيديوهات اللي اتسربت. اوكي، بس ده اللي احنا بنينا عليه. لكن منتخب نيجيريا نفسه لعب 3-4-3 ولعب 3-5-2 ولعب 4-2-3-1 و4-4-2 في التصفيات. يعني تقريبا في كل مباراه تشكيل مختلف، يعني حتى الحالات اللي احنا هنستخدمها معانا عشان نقول ايه مناطق او نقط الضعف اللي موجوده عند منتخب نيجيريا، هنلاقي جزء من الصور او جزء من الحالات في 2-4 مدافعين، فهيبان 2 سنتر باكس موجودين، وفي حالات هنلاقي موجود 3 سنتر باكس، 3 لعيبه مدافعين في المباراه اللي لعب 3-5-2 او 3-4-3 هنلاقي الحالات اللي موجوده معانا في 3 مدافعين، والمباراه اللي لعبها 4-4-2 او 4-2-3-1 هنلاقي اللي موجود 2 مدافعين. فهي مفيش حاجه واضحه يعني عند المنتخب النيجيري. طب عايز اسالك على موزيس سيمون، هو بيلعب في نانت الفرنسي، هل هو متالق في نانت الفرنسي لدرجه انه ممكن المدير الفني يستدعيه بكره في التشكيله الاساسيه؟ هو الاساسي طول الماتشات اللي فاتت، لما هو الاساسي لما لعب 3-5-2 و3-4-3 كان الرايت وينج باك هو موسيس، هو رقم 15 هتلاقي يعني الناس هتشوفه بكره. هو للاسف انا قلقان منه جدا لان فتوح الحقيقه لعيب قوي، وده لعيب صغير برضه، خد بالك مواليد 95 يعني عنده 26 سنه او 27 سنه. هو بقى انا مشكلتي بكره هتبقى في المكان ده، ان لو دايما اللي بيلعب في 4-3-3 مع منتخب مصر ناحيه الشمال بيكون عبد الله السعيد. فانت بتتكلم عن القوه البدنيه، قوه بدنيه وفي بطء شويه وبطء. فتوح سريع سريع، بس المباريات اللي لعب فيها عبد الله السعيد قدامه ماتشين ليبيا وفي المباراه كمان في البطوله العربيه لما كان بيلعب حسين فيصل ما بيرجعش، كان من اكتر اللعيبه في المنتخب اللي قطعت كرات، وده يدل على قد ايه الضغط اللي كان موجود على المنتخب في الحته دي لما اللعيب الثمانيه اللي بيلعب قدام فتوح ما بيكونش قوي دفاعيا. اللاعب ده بقى موسيس ده عنده سرعه مش طبيعيه،
سريع بشكل رهيب. ربنا يستر. فهي دي يعني قلق في الحته دي شويه. ما انا عشان كده ركزت عليه وهو بيلعب في نانت الفرنسي وماشي بشكل كويس، وزي ما انت اكدت لي ان هو كان بيلعب كل ماتشات التصفيات. كل الماتشات اساسي موجود، لما لعب ثلاثه كان موجود، ولما لعب اثنين كان موجود. فهي برده هتبقى يعني قلق شويه. نتمنى ان هو بقى يعني يا ما يشاركش يا ما يكونش في حالته. قبل ما اطلع فاصل، ممكن مين يلعب قدام فتوح في الحته دي لو مش عبد الله السعيد؟ لو مش عبد الله السعيد يلعب محمد النني. النني لان محمد النني عنده ميزه قويه جدا، ممكن يكون مش اكتر لعيب بيلتحم، لكن عنده واحده من اهم المميزات اللي ممكن تاخدها في اي ديفندر، فكره ان هو باسير شاطر قوي. وهو واحد من اهم اللعيبه في العالم، وده بشهاده ارسن فينجر وبشهاده المحللين الاداء في ارسنال وفي بشكتاش كمان، انه من اللعيبه اللي بتقفل زاويه التمرير. يعني ممكن ما يقطعش الكوره لكن يقفل زاويه التمرير، فما يحطش ما يوصلش الكوره في مكان يكون ريسكي قوي. اكيد. فهي دي ممكن يعني ممكن محمد النني هو اللي يلعب على موسز، بس الناحيه الثانيه برده للاسف يعني كولينز لو هيلعب او سانوسي بيبقى معاه يا اما احمد موسى يا اما ايوبي، برده بتبقى جبهه خطيره جدا. لكن اكرم توفيق يمكن اقوى دفاعيا من فتوح، وفتوح اقوى هجوميا من اكرم، ففي معادله. فممكن ما يكونش القلق قوي من ناحيه اكرم قد ما يبقى في قلق من ناحيه فتوح. فتوح خاصه في المواجهه المنافسه مين بيقابلك بالظبط. بالظبط موسس طبعا، انا بالنسبه لي موسس اقوى حتى من احمد موسى. يمكن الناس عارفه احمد موسى كويس لانه لعب في الدوري السعودي، فالناس عارفاه، وحتى كان في كلام من فترات كده ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، فتحس ان الجمهور شويه عارف احمد اسمه موسى، اسمه معروف بالنسبه لهم. لكن موسس سيمون الاسم مش معروف قوي، ادينا اهو ادينا والناس هتتفاجئ يعني هتتفاجئ بكره بيه. طيب ده كانت الامور الخاصه بتوقعات التشكيل بالنسبه لمنتخب مصر ومنتخب نيجيريا والقيمه التسويقيه لكلا المنتخبين. نقطه مهمه جدا لما اخرج الى فاصل، منتخب نيجيريا الاعمار السنيه فيه مش كبيره، اعمار صغيره، معظم اللعيبه في التشكيله الاساسيه كلهم مواليد 95 فيما اقل، فبالتالي المباراه هيكون فيها معدلات بدنيه كبيره جدا امام منتخبنا الوطني. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض، لسه عندنا تفاصيل فنيه مع المحلل الفني الكابتن شريف سالم. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث مع الكابتن شريف سالم المحلل الفني، والحديث عن مباراه مصر ونيجيريا. ونبدا نخش بقى في الحالات الفنيه، الحالات الدفاعيه، اداء المنتخب النيجيري، نقاط القوه، نقاط الضعف. شريف، هنقول بس حاجه بسرعه، ان اهم ثلاث مهاجمين عند منتخب نيجيريا مش موجودين بكره. اهم ثلاث مهاجمين. تمام. اللي هو رقم واحد اللي هو اوزمان، ده المهاجم الاساسي، ده مش مهاجم موجود. مهاجم نابولي. ده نابولي. دينيس واتفورد مش موجود. وايجالو مش موجود. ايجالو ده الناس عارفاه لانه بيلعب في الفرقه في السعوديه، في الدوري السعودي اعتقد الاتفاق. وكان لاعب سنه اعاره مع مانشستر يونايتد مع سولشاير، فالناس عارفاه لما كان موجود في سولشاير. ده المهاجم رقم واحد واثنين وثلاثه، الثلاثه مش موجودين. دي اول نقطه. ماشي. يعني دي نقطه قوه كبيره جدا عند المنتخب النيجيري، بدايه مبشره. تمام. بالظبط، دول مش موجودين بكره. هنروح بقى نشوف هو في مشكله كبيره جدا عند منتخب نيجيريا في حاجتين. اولا التغطيه العكسيه، وهنجيب بقى الحالات وهنجيب منها اللي جه اهداف، يعني هنجيب الحاله اللي ما اتسجلتش والحاله اللي سجلت هدف. تمام. التغطيه العكسيه فيها مشكله كبيره جدا، ولما بيلعبوا ثلاثه ده ان كيس ان هم لعبوا ثلاثه بكره، ولما بيلعبوا اثنين في مشكله كبيره جدا ما بين التو سنتر باكس. نوعيه السنتر باكس اللي موجوده في منتخب نيجيريا، النوعيه بتاعت اللاعب الطويل قوي، عنده طول وعرض، وعنده التيرنز فيها مشكله، وعنده كمان الفنتات مش احسن حاجه. فهنا احنا كمنتخب بقى هنعتمد بشكل كبير قوي على ان يكون موجود محمد صلاح وعمر مرموش، الاثنين هيفرقوا معانا اولا في ان هو لما هيدخل لقلب الملعب كانسايدر، هيدخل يشتغل في قلب الملعب ما بين الاثنين المدافعين او الثلاثه، هيبقى خطير جدا. وفي نفس الوقت نعتمد على مصطفى محمد في التغطيات العكسيه، ان الكره لما بتتلعب عكسيه بتفوت غالبا من الاثنين المدافعين. هنشوف الحالات ونبدا بقى يعني نتوقع او نتخيل ازاي المنتخب المصري ممكن يستفيد منها، وازاي نقدر نسجل منها اهداف. دي نقطه الضعف، لان كمان نقطه القوه اللي موجوده في المهاجمين غابت شويه. اكيد. نبدا نعرض الحالات مع بعض يا جماعه. طيب دي كرة ملعوبة من نص الملعب عادي جدا، المفروض ان في تغطية عكسية من الراجل الرايت باك. لو رحنا للصورة اللي بعدها هنلاقي الراجل رايح لوحده، والصورة اللي بعدها هنلاقي الراجل بيسجل. دي مباراة في كاب فيردي. كاب فيردي. نروح تصفيات كأس العالم. تصفيات كأس العالم، نروح للصورة اللي بعدها نفس الكلام. هنقف بس لحظة، هنا المنتخب النيجيري كان بيلعب 4-3-3. واضح قدامنا الفورميشن بتاعة المنتخب النيجيري، أربعة مدافعين. تمام. نروح للصورة اللي بعدها الراجل بيروح لوحده. نروح للصوره اللي بعدها برضو. طب قبل ما نروح للصوره دي، ازاي اتضربوا في اللعبه دي؟ هي بالكوره الطويله، بالكوره الطوليه ما بين الاثنين سنتر باك. يعني لو رجعنا للصوره
هم الناس واقفين متمركزين بشكل كويس. تمام. لا احنا كده قدمنا مش رجعنا. بس الصوره اللي قبلها. يعني الصوره اللي قبلها هو تقريبا يعني نفس بالظبط. هي دي الصوره. الراجل بيعمل شاب عادي جدا والناس متمركزين صح. يعني هي التمركز هنا مفيش مشكله، الناس كلها على خط واحد. لو احنا ركزنا مع الخط اللون الفرق بين اللون الاخضر الفاتح والغامق هنلاقي الناس واقفه صح. بس الفكره كلها في سرعه المدافعين وفي ان اللاعب ده لما بيلف ال 90 درجه على حسب وقفته هو، عشان بيبقى الطبيعي بيبقى واقف بكتفه، بيبقى في 90 درجه للكوره اكيد عشان يبقى عنده استعداد للجري. اللعيب ده من اللحظه اللي بيبدا يجري فيها السرعه الانفجاريه بتاعته هيوصل لاقصى سرعه بتاعته امتى؟ للسرعه اللي بعدها هنلاقي المهاجم وصل للكوره قبله عادي جدا. طيب يعني انا من الصور دي انت اديتني يعني جرعه تفاؤل. اللي محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه لعيبه سريعه جدا وتقدر تقطع ما بين المدافعين. هم المسافه اللي ما بين الاربعه اللي في السنتر باكس اللي هم الاربعه المدافعين مع حارس المرمى مساحه كبيره ولا بيبقوا قريبين جدا من ال 18؟ دي بتبقى على حسب، لان في الحالات الهجوميه اللي احنا مش هنقدر نستعرضها عشان الوقت ضيق شويه هي فرقه لما بتطلع تشتغل من فوق بتطلع تشتغل كمجموعه فبتسيب في ظهرها 30 و40 متر نقدر جداً. نشتغل فيهم. ما ده اللي انا اقصده. الترانزيشنز بتاعتنا مساحه كويسه يقدر صلاح يعمل فيها انطلاقات. بس كمنتخب مصر انت اكيد مش 100% هتبقى سايب الكوره، اكيد اوقات هتضغط. فانت ازاي هتتعامل وانت بتضغط؟ لان هنا ما كانش ترانزيشن، دي كانت كوره بتتنقل عادي. فهنا بنبدا نستغل الكوره. دي صوره بعدها. بس هنا بقى كان اللعيبه، معلش نرجع لحظه، كان خط الدفاع اوت اوف بوزيشن شويه. فهتلاقي الراجل بتاع التغطيه العكسيه الباك رايت مش متمركزين صح. المفروض ان الباك رايت يبقى على نفس الخط مع المدافعين. هو الراجل بيغرق خط الدفاع كله. الباك رايت اهو الباك رايت ده كده حتى ما في بس ده مش اولينا عينه، مش اللي هيلعب بكره، مش اللي هيلعب، مش الاساسي. بس anyway يعني هو في مشكله في التغطيه العكسيه. نروح بقى للصوره اللي بعدها. طبعا الراجل بيستلم بايده بيهزر يعني، فما كملتش الهجمه دي. نروح للصوره اللي بعدها. ده نفس الكلام برضو، هنشوف المسافه اللي ما بين الباك ليفت والتو سنتر باكس، مسافه كبيره. كل دي حالات احنا بنتكلم على نيجيريا لما كانت اربعه. هنروح بقى بعد كده نشوف نيجيريا لما كانت ثلاثه بتعمل ايه. دي كانوا ثلاثه نفس ثلاثه مدافعين. نفس الاخطاء. نروح للصوره اللي بعدها. تمام، الراجل برضو راح لوحده. نكمل. دي مباراه لعبوها ودي قبل ما ادخل المباراه دي يا شريف، في سرعات؟ لا، الخط الدفاع ما فيهوش سرعات. ما خد بالك انت ممكن المساحات دي كلها تبقى موجوده بس المدافع او السنتر باكس يبقى عنده السرعه انه يقدر يغطي. ما فيش سرعات. ما فيش سرعات. الثلاثه المدافعين اللي بيلعبوا اللي هو اوازييه اللي هو اللعيب رقم 20 وفي اوميرو ده بيلبس رقم 5 غالبا، ده الاثنين دول ما عندهمش سرعات. وايكونج اللي هو بتاع واتفورد الناس كلها عارفاه بتتفرج عليه في الدوري الانجليزي برده لعيب ما عندوش سرعات كويسه. دي مباراه كانوا بيلعبوها مع الكاميرون، مباراه وديه. الراجل في نص الملعب عادي جدا. نشوف اللي بعدها. برضه في نص الملعب بيستلم الكره من بدون اي ضغط. عادي جدا زي ما احنا شفنا في الصوره. الراجل طبعا رايح لوحده بتاع الكاميرون بيستلم. الصوره اللي بعدها بيهزر برضه شويه، ما حطش الكره بكفاءه عاليه او بجوده كويسه. بس كده ثلاث لمسات وصلوا للمرمى. هي دي النقطه، هي الفكره ان الشاب ده في ظهر المدافعين لو المهاجم سريع هتبقى بشكل خطوره كبيره جدا عليهم حتى. طبعا. من جوده اللعيبه اللي من كاب فيرد يعني مش منتخب مصر. عشان كده حتى نتائجهم في التصفيات كارقام دخل مرماهم حوالي 8 اهداف. لازم بيتسجل فيهم هدف. على الاقل كل مباراه لازم يتسجل هدف، وهي دي اصلا ماتشات التصفيات اللي احنا بنستعرضها. فهي دي الاهداف اللي اتسجلت فيهم في التصفيات. ما هو سجل 12 هدف ومونيا مرماه ب 8 اهداف. بالظبط. ودي نسبه كبيره المفروض على منتخب نيجيريا كمنتخب مصنف ومؤهل لكاس العالم او حتى مرشح لكاس الامم. ومرشح انه يقابلنا. ومراه هيقابلنا بكره. تمام. دي كره عند حارس المرمى. هتتلعب طويله. الراجل راح لوحده عادي جدا. اوكي. بس دي ما تسجلتش هدف، دي عدت من فوق الحارس، طبعا الحارس كان تمركز غريب. هي دي بقى الكره اللي انا عايز اتكلم فيها، معلش هنقف عندها لحظه. الكره دي مميز قوي فيها قوي 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 مصطفى محمد. مميز فيها جدا. الكرات العرضيه. الكرات العرضيه وان هو دايما بيقطع ورا الرايت سنتر باك. لما بتكون الكره جايه من الرايت باك وبيقطع ورا الليفت سنتر باك لما بتكون الكره جايه من الليفت باك. الكره دي يعني ان شاء الله نقدر نسجل منها. يعني باذن الله، لان مصطفى محمد شاطر قوي في حته انه يسجل من اقل عدد فرص من الكرات العرضيه. وفي نفس الوقت ان شاء الله هتجيلنا بكره. يعني احنا عندنا فرصه نواجه نيجيريا تحديدا هجوما بشكل واخر، يعني تقدر تلعب كرات ما بين السنتر باكس، تقدر تلعب كرات عرضيه، عندهم نقاط ضعف كتير في الخط الدفاعي. الثلاثه البروفايل اللي موجودين عندنا في الجزء الهجومي يقدروا يسجلوا.
عندهم تنوع، عندهم تنوع ما بين محمد السرعه وال بالظبط. يعني عمر مرموش عنده مهاره كبيره جدا في الواحد على واحد، ودي هتفرق معاه في ان هو دايما هيبقى بيلعب على لعيبه عندها طول فالفنتات فيها مشكله. محمد صلاح يقدر يلعب على الترانزيشنز والسرعات ويقدر يسجل. مصطفى محمد كمان من الكره اللي احنا بنتكلم عليها، الراجل طلع اخذ الكره اهو بس برده ما تسجلتش هدف. احنا مش بنناقش جوده الفينشنج بتاع المهاجمين بتاع الفرق دي، احنا بنناقش المشاكل الدفاعيه، احنا بنناقش الاخطاء المتكرره. فدي احنا جبنا حالات من اكتر من مباراه، مباراتين لكاف فيردي ومباراه من سنترال افريكا، ماتشين افريقيا الوسطى، افريقيا الوسطى وماتشين وماتش الكاميرون الودي، وفي كمان كان معانا حالات من مباراه المكسيك، هي تقريبا نفس الحالات. مباراه المكسيك خسروا 4-0. كانت امتى المباراه دي؟ مباراه وديه قبل تصفيات كاس العالم، في الفتره ما بين في الفتره ما بين ماتشات تصفيات كاس العالم. مباراه من قريب يعني مش من بعيد، في اخر توقف دولي. طب هل ده كواليتي لعيبه ولا اختيار مدير فني؟ يعني هل الاسباب دي اللي خلت مثلا ماجو بينك رئيس الاتحاد النيجيري انه شايف ان مفيش تطور في مستوى اداء المنتخب نيجيريا، فخد قرار بتغيير المدرب رغم ان هو يعني تاهل لكاس الامم، متصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم؟ شايف ازاي الموضوع ده؟ هل كواليتي لعيبه نيجيريا حاليا بالمستوى ده، ولا هي كانت مشكله في اختيار مدير فني عشان كده غير؟ وحتى جاب خوسيه باسيرو المدير الفني اللي كان درب الاهلي، هيبقى مراقب ومشرف على المنتخب وبعد كده هيقوده في المرحله الحاسمه لتصفيات كاس العالم. بالنسبه لي فكره ان انت تدخل اصلا البطوله بمدرب مؤقت او مدرب اتعود انه يكون مساعد فدلوقتي هيبقى هو اللي بيقود السفينه في البطوله دي، بالنسبه لي خطا اولا اداري. ثانيا هو فعلا المنتخب النيجيري كان عنده مشاكل فعلا، يعني زي ما احنا اتفرجنا الجزء الهجومي دايما حتى الاهداف، بس ما كانش فيه فرصه ان احنا نجيب كل حاجه عشان الوقت، لكن حتى الاهداف بتاعتهم دايما معتمده على اوزمان في سرعاته وان هو راجل قوي جدا، على اجاله في نفس الحاجه تقريبا، ان دي لعيبه بتسجل من غالبا من فرص فرديه، يعني ما فيش باترن قوي قوي، ما فيش نمط هجومي قوي جدا تقول منتخب نيجيريا قوي في كذا، بس هو كان بيكسب لجوده الافراد الهجوميه فكان عنده مشاكل. الجزء الدفاعي كان بيتسجل فيه اهداف من فرق المفروض انها فرق مش اقوى حاجه. يعني المفروض ان كاب فيردي هي مش اقوى فرقه انها تسجل ذهابا وايابا مثلا. المفروض ان افريقيا الوسطى مش فرقه قويه جدا انها تسجل في نيجيريا، لكن الاهداف اتسجلت واتسجلت من اخطاء متكرره. فهنا الموضوع هيبقى جوده المدافعين في الاول وجوده المدير الفني، لكن في الاخر انا هلوم هنا على المدير الفني، لان طبيعي ان انت لما يكون عندك خطا متكرر تعالجه حتى لو جوده اللاعب مش احسن حاجه. الفكره بقى ان كمان جوده اللاعب هنا هي مش الجوده المتوسطه، هي جوده جيده، هي مش ممتازه. يعني الجزء الهجومي لما بنتكلم على سيمونز، بنتكلم على اوزمين اللي مش موجود، او حتى بنتكلم على اونيه، بنتكلم على ايوبي، بنتكلم على ايناتشو، دي لعيبه جودتها عاليه جدا. وحتى جو اوريبو كمان اللي الناس يمكن ده مش لعيب مش معروف، بس انا براهن عليه انه ده هيبقى لعيب مميز قوي في البطوله، في البطوله بس بعد ماتش مصر. ان شاء الله يعني بعد ماتش مصر وبعد كده يبقى يطلق زي ما هو عايز. ده لعيب من اللعيبه المميزه جدا اللي هيبان في البطوله، لعيب عنده امكانيات كويسه، عنده فيجن كويسه قوي، رجله مظبوطه جدا في الكرات الطويله. فهو الجزء الهجومي عنده فيه، الجزء الدفاعي فيه جوده افراد بس ما فيش جوده منظومه. على عكس منتخب مصر، احنا في منتخب مصر جوده الافراد الدفاعيه اقل من الهجوم بكتير. يعني بنتكلم على مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، دي مجموعه لعيبه في الجزء الهجومي كجوده افراد اقوياء جدا. بس كباترن هجومي عند مستر كيروش لا مفيش. الجزء الهجومي كباترن كهجمات متكرره طول المنتخب بيهاجم بالطريقه دي لا مش احسن حاجه. جوده الافراد الدفاعيه بنتكلم على مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الجزء الدفاعي مش بقوه جوده الافراد الهجوميه، بس كيروش عامل باترن دفاعي قوي جدا بيحسسك ان المنتخب فعلا قوي. طيب فهي المعادله شويه مقلوبه. في عندك حالات ثانيه؟ لا ضن. طيب اوكي، في مدلول عندي بالنسبه للارقام. انت لما بتيجي تبص على منتخب هتلاعبه مثلا جايب في التصفيات اوكي 10 اهداف، بتشوف نسبه الاهداف دي في التوقيتات امتى؟ بتشوف مدلول الارقام دي ممكن الفريده بيتالق في الشوط الاول، لا بتشوفه مستوى تاني في الشوط الثاني. فانا مثلا عندي المدلول بتاع الاهداف، الاهداف اللي احرزتها نيجيريا في التصفيات، تقدر تقول ان نيجيريا بتتالق في الدقيقه 30 للدقيقه 45 من الشوط الاول، احرزت اعلى نسبه اهداف، 4 اهداف من التصفيات كلها جت في التوقيت ده. تمام، ده بيبقى ليه مدلول ايه وانت بتختتم اخر ربع ساعه من الشوط الاول؟ هيبقى انديكيشن ان الفرقه دي قويه كجزء بدني. بس انا بحس ان الموضوع ده اوفر ريتد شويه، يعني بحس ان بمعنى انه انا مش بشوف التوقيتات اللي بتسجل فيها الاهداف ده موضوع يستحق التركيز قوي، لان انت شايفها ممكن تكون مساله حظ مش مساله ان هي ناحيه رقميه مؤثره كناحيه فنيه. مش بس كده، هي ممكن تكون مساله تانية. هو طبيعي ان المدير الفني لما بيدخل اي مباراه
بيوزع المباراه بتاعته على على يعني على حسب على 90 دقيقه. اه بس هو بيبقى في مدارس يعني في مدرسه بتشتغل كل ربع ساعه، في مدرسه بتشتغل كل شوط، في مدرسه بتشتغل بتقسم ال 90 دقيقه 30 30 30. اوكي. فهي الفكره انه مدرسه المدرب هتختلف، وفي نفس الوقت انت الشغل اللي انت بتقدمه مختلف. يعني النادي الاهلي مثلا لما يلعب الترجي انا مش هقسم المباراه على 30 دقيقه مش زي ما هلعب فيوتشر، لان فرق الجوده لا مختلف. بتختلف طبعا. انا بلعب مثلا عدد ماتشاتي في الدوري مع عدد الفرق اللي انا بلعبها بجوده متوسطه قد ايه وجوده عاليه قد ايه. فهنا هتروح للمنتخبات، طب انا التصفيات بتاعتي بقابل كاف فيردي وبقابل افريقيا الوسطى وهقابل مثلا منتخب مصر. هو ما كانش موجود مع نيجيريا بس احنا بنفترض، فقوه منتخب مصر مش هقسم المباراه زي كاب فيردي زي افريقيا الوسطى. فهو بحس القصه دي اوفر ريتد شويه، مش بروح لها قوي. طب ما تاخد الرقم ده ممكن يكون كويس. No. بقول لك نيجيريا في اول ربع ساعه دخل فيها 3 اهداف، وده على نسبه اهداف بتخش في نيجيريا مع بدايه المباراه اول ربع ساعه. هنا بقى ممكن ده ممكن ده ممكن نروح لفكره ان بيدخل المباراه متاخر. يعني الكاميرون امبارح دخلت المباراه بعد 35 دقيقه. ممكن تكون نيجيريا بتدخل، ممكن تكون نيجيريا بتدخل المباراه متاخر شويه، فممكن نبدا نستغل اول ربع ساعه. بس برضو مش طيب. يعني مش بحس الارقام دي يعني انا لان انا اصلا اشتغلت مدرب أكيد. وشغلتي كمدرب لا ومعاك لايسنس كمان معايا بالظبط ومعايا معايا اللايسنس بتاعتي، فكشغلتي انا بحس انه لا أكيد. يعني الماتشات بتختلف، دقائق اللعب بتختلف، احنا ترتيب المباراه كإعلاميين بتختلف. بنحب لغه الارقام، وانا بحب انتوا كمدربين او ناس دارسه بيبقوا باصين اكتر على الناحيه انا كمان العمليه. بحب لغه الارقام، بس بحس ان في ارقام شويه بتكون يعني اوفر ريتد، بتبقى بتتحط بس مش بتقدم مش هي المدلول الاساسي. يعني لو كسبت نيجيريا في اخر أكيد. 90 دقيقه في اخر ال 90 دقيقه بكره، هل كده ان انا ما وصلتش للارقام؟ لا انا كده انت كده بتلعب في الاهلي بقى في الدقيقه 90. طيب كلمه اخيره وتوقعاتك لنتيجه المباراه بكره باذن الله. انا اتمنى ان احنا لو ما قدرناش نكسب نتعادل، يعني ده توقعي ما نخسرش. بالظبط ما نخسرش، توقعي ان احنا غالبا المباراه الفرقتين على كفتين ميزان فني، انا حاسس ان المباراه 50-50، فاعتقادي ان احنا هنروح لنتيجه تعادل اكتر شويه. تمام، ربنا يكرم ان شاء الله وما نخسرش، ان شاء الله نقدر نكسب باذن الله. الله يعني إن شاء عندنا الله. فرص نكسب، بس اتمنى لو ما قدرناش نحقق المكسب ان احنا نحافظ على التعادل باذن الله. ان شاء شريف الله. نورتني وشرفتني وسعيد دايما بالحوار معاك، والكلام في الكوره بيبقى ممتع بصراحه. اشكرك، وانا كمان مبسوط ان انا موجود في قناه الاهلي ومبسوط ان انت موجود معايا النهارده. الله يخليك يا شريف، تسلم. حلقة كانت مهمة جدا، ألقينا الضوء على استعدادات الأهلي للمرحلة اللي جاية، كأس عالم للأندية، أبرز الأخبار، إمكانية عودة بدري بانون بعد استبداله بأشرف بن شرقي في المنتخب المغربي، والجزء الحواري كان مهم جدا، والحديث عن مصر ونيجيريا ولغة الأرقام والتحليل الفني والرقمي لمباراة الغد. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله بإذن الله تكون بداية قوية وانطلاقة قوية لمنتخبنا في منافسات الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية. بشكر حضراتكم بالتأكيد في الختام على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله كل التوفيق لحضراتكم ومتابعة جيدة بإذن الله غدا الساعة 6 لمباراة مصر ونيجيريا. شكرا وإلى اللقاء.